بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مسكين عبد العالي MVP مايكروسوفت، ونواصل في دورة ماوي بليزر الدرس الرابع. اليوم إن شاء الله سنتعلم كيف نضيف تاب بيج، يعني كيف نضيف هذا التول بار في الأسفل في مشروع يكون فيه فلوت بيج، يعني يكون فيه المنيو الذي عملناه في الدرس السابق. لأن عمل هذا الشيء في تاب بيج سهل جدا، يعني سواء كان باستعمال شيل أو بالطريقة عفوا نحن في بلازر، يعني سهل جدا لعمل تابيليشن هكذا. فنأتي ب بوستراب ونعمل صفحة بهذا الشكل، أو ريديركشن، يعني صفحة تعمل ريديركشن، يعني مجرد أزرار ويعمل ريديركشن. في بوستراب بما اننا نعمل بليزر اكيد يعني نحتاج فقط سي اس اس، ولا لا نحتاج الى الجافا سكريبت. لكن المشكله في هذا الشكل، استعمال هذا الشكل دياز مع البليزر لا تعمل. دياز اين اي دياز؟ هنا عندما نريد ان نذهب الى تاج معين لا نستطيع، لابد ان عملها بالجافا سكريبت وليس فقط بالسي اس اس. لذلك عند النقر نطلب جافا سكريبت التي تحدد لي مكان التاكس هذا للعرض. هذا عن التابيليشن باستعمال بليزر، يعني من احسن نستعمل ريديركشن اذا ما عملنا الصفحات بهذا الشكل. اوكي، اذا قلنا اليوم سنعمل مثل هذا الشكل. اذا عندي صفحه هنا، عندي منيو الذي عملناه في الدرس السابق، وبعد ذلك يظهر عند النقر ضغط على صفحة معينة يظهر لي المنيو في الأسفل البار هذا بالأزرار اللازمة، وعند النقر عليها نتصفح صفحات معينة. أوكي، إذا في ماوي، في درس ماوي سنتكلم على شيل تاب إن شاء الله في الدرس القادم. هذا درس بليزر، إذا سنعمل نفس الشيء لكن بالبليزر، ماوي بليزر. أوكي، إذا هذه تابل بيج أيضا باستعمال ماوي إكزامل، هذه بالشال وهذه بدون شال. سنتكلم لاحقا على الاثنين ان شاء الله. اذا سواء ننسخ الكود من هنا او ناتي بالدرس السابق ونذهب الى ناف منيو وناخذ المنيو هنا، هذا المنيو يل، وهذه الازرار مع الايقونات فهي يعني حاضره. سنعمل نسخ لها ونلصقها هنا لتكون بهذا الشكل. هذه الصفحة سميتها bottom bar، هي نفسها يعني عملت نسخ ولصق لهذا كما تلاحظون هنا، هي نفس الصفحة الموجودة هنا. اوكي، فأحتاج فقط المنيو اللي هو UL والE، وبعد ذلك الصفحة رقم 1، الصفحة رقم 2، 3. ووضعت صورة عفوا هذا الأزرار، وضعت رقم 1 هنا في العمل 1 أو باج رقم 1 3 و2. إذا هذه الأزرار، وسنغير في شكل الأزرار كي توضع في الأسفل، فنضيف لها عن طريق بوستراب فيكسد بوتن، فهي موجودة في الفيكسد وفي البوتن. إذا من حسن حظنا أن بوستراب يعطيني كل الخلاصات اللازمة. ثم في السي اس اس بعد ما نسخت هذا الملف السي اس اس أيضا غيرت فيه، نزعت الأشياء التي لا أحتاجها وغيرت فيه كي يعطيني الأيقونات في شكل صور كما تلاحظون، رقم 1 بي ان جي، وبعض التغييرات البسيطة ليس لا يهمنا سي اس اس. كما تعلمون ايضا اني ضعيف سي اس اس، ففقط غيرت الباك جراوند وطول الكتابة والكولر للكتابة الى اخره. حفظنا كل شيء، اذا اصبح عندي كما تلاحظون ليست صفحة، هذا عبارة عن مكون. الصفحة قلنا اننا نضع ماذا؟ باج، ارباز باج بهذا الشكل واسم الصفحة، لكن المكون لا نضع تاج باج فنترك هكذا. الآن سنضيف هذا المكون أين؟ في في في
في سنتكلم على الطريقة الأولى. الطريقة الأولى هي أبسط طريقة، أننا نعمل نسخ ولصق للمين بيج ونسميها، مثلا سميتها أنا عندي not layout. إذا أصبح عندي layout ثاني، عندي الماستر بيج الذي فيها المنيو الذي يظهر نافيجيت بيج، هذا ناف منيو، والآن ضفت شيء آخر اللي هي سميتها not layout، وسأغير فيها حتى تعطيني يعني لا أحتاج إلى كل هذا، سأحتاج فقط إلى إلى هذا. إذا قلت لها أعطيني زر في الفوق يسمح بعمل ريديركشن إلى صفحة رئيسية، يعني يعمل كلوز لصفحة الحالية، فهو سيذهب إلى الهوم بيج، هذا زر. ثم أعطني صورة هنا وضعتها في نفس ما هو موجود في هذه صورة وإلى آخره. ثم في البودي أيضا نفس الشيء موجود في المين بيج، عندي بودي. ماذا ضفت؟ ضفت مكون ماذا؟ البوتوم بار. أوكي، إذا الآن لو نعرض صفحة موجودة في اللياوت هذا ستعرض لي، تعرض في هذا في هذا في البودي هنا بطبيعة الحال ستعرض لي البوتوم بار. سنضيف صفحة، إذا سأنسخ صفحة هنا نسميها باج 1. هذه صفحة باج 1 نسميها باج 1 وترث من أين، ونسميها أيضا ونضع فيها صورة. إذا سميتها باج 1، لكن اللياوت الماستر البارنت يعني لهذه الصفحة أين سيعرض؟ في اللياوت الثاني اللي سميته النوت، وليس في، لأنه بار ديفو سيعمل مع الميل لياوت، لكن عندما نضيف التاج هنا لياوت معناه أريد أن هذه الصفحة باج 1 تعرض في اللياوت الفلاني. أوكي، سأفعل كل شيء وأذهب إلى باج 1 انطلاقا من المنيو. مثلا المنيو أين هو؟ ناف منيو، عندي باج 1 هي الموجودة في الزر الثاني، سنجرب هكذا. كما قلت سنشرح الطريقة البسيطة اللي هي باستعمال اللي اوت الثاني، يعني الذي نستعمله في الاوثنتيكيشن، عندما يكون عندي لي اوت خاص به منيو وايقونات وباينر في الفوق، واريد ان يكون صفحه الاوثنتيكيشن يعني اللوجين لا تحتوي على المنيو ولا تحتوي على هذه الايقونات، فلا بد ان انشئ لي اوت اخر يعني ماستر بيج اخرى. اوكي، اذا هذا الدرس السابق، وعند الضغط عليه ماذا سيحدث؟ ستظهر هذه الصفحة، إذا صفحة رقم واحد، وهذا التولبار لكن لا يشتغل لأنني الأزرار سيبحث على صفحات ولم أضيفها. إذا الصفحات كما تلاحظون، سأنشر لكم يعني السورس كود إن شاء الله في الجيت أب، هكذا تستطيعون المشاهدة فيه. سنضيف صفحة رقم واحد، صفحة رقم اثنين وثلاثة. أوكي، هنا ونعمل أيضا رقم ثلاثة هذا الشيء. إذن هذه عبارة عن صفحة اثنين وهي ستعرض المعلومة رقم 2، وهذه الصفحة رقم 3 وستعرض المعلومة رقم 3، وننفذ التطبيق. إذا هذه النتيجة، عند الضغط على نستطيع الوصول إلى الصفحات 1 و 2 و 3 بهذه الكيفية، لكن اختفى المنيو هنا، المنيو ليس عندي منيو، كيف الوصول إليه؟ لابد الضغط على close ثم نذهب إلى المنيو. إذا هذه الطريقة الأولى
التي لا أفضلها، بل أفضل أن يبقى عندي المنيو وليس عندما أعمل close سيعطيني المنيو. يعني من المفروض أضغط هنا فيبقى عندي زر المنيو هنا، فإذا عمل ذلك سأغير في بهذه الطريقة. لابد أن أضيف المنيو أيضا هنا مثل ما هو في ماستر، هنا هو ماي لي اوت، هذا المنيو سأعمل نسخ لهذا وأضيفه في النوت لي اوت هنا، وهكذا يصبح عندي منيو في مرتين، يعني موجود في صفحتين. لكن لا أفضل هذا، أريد أن تكون عبارة عن تارجت، يعني الصفحة الرئيسية تفتح فيها منيو، وعند الضغط على الصفحة نوت يعطيني البار في الأسفل بدون زر الغلق، بدون ولا شيء. إذا الفكرة كالتالي، سنحذف هذا الكود، يعني نفسه فقط للسرعة في الفيديو، سأضع كود آخر، يعني نفسه هو فقط تغيير بسيط جدا، وهو إضافة on click، حدث on click التي تطلب مني، ستطلب ميثود اسمها on click. عند الضغط على الزر الأول سيعمل هذه الميثود ويرسل بارامتر رقم صفر، يعني tab index، سأسميها tab index. إذا سأنشئ كود C sharp أو blazor هنا، الذي عندي بارامتر سيأتي من الأب اسمه active tab index، الأب اللي هو not layout، يعني عندي بارامتر سيأتي بهذه الكيفية. هذا الأب بعدما يصل إلى الابن، هذا الactive index سيتغير وفق الطاب التي وضعناها هنا. عند الضغط سأرسل صفر، عند الضغط على الصفحة رقم 2 سأرسل 1، عند الضغط على 3 2 الصفحة رقم 3 سأرسل 2. إذن سيصل الطاب index إلى هنا، ثم يعمل change للactive طاب index. هكذا الأب سيسمع إلى هذا ويعرف أن الطاب index هي الزر الذي وصلنا إليه. هذا الحل، يعني سأرسم لكم يكون أحسن. إذن عندي tabulation هنا، صفحة رقم 1 2 و3، واحد 2 3. عند النقر على 1 عندي متغيرة عند الأب، هذا البارنت، متغيرة اسمها tab index، افتراضيا ستكون 0، ثم عند الضغط على 1 سيعطيها 0، عند الضغط على 2 سيغيرها إلى 1، عند الضغط إلى 3 سيغيرها إلى 2. أوكي، بدأنا من 0 فقط. بعد ذلك سنرث أو سنرسل، وليس وراثة، سنرسل هذا البارامتر إلى ابن ثاني اللي هو قاعد يعرض لي الصفحات. يعني إذا الصفحة سأضع تاج هنا، الصفحة رقم 1 باج 1 ستعرض إذا كان الأندكس هذا، إذا كان أندكس طاب أندكس يساوي إلى 0 سنعرض هذه، سنعمل فيزيبل للطاب للباج هذه. أما صفحة 2 فتعرض فقط إذا كان يساوي إلى 1، طاب أندكس يساوي إلى 1. هذه الصفحة رقم 2 إذا كان طاب أندكس يساوي إلى 1 وإلى آخره. طاب باج 3 إذا كان طاب يساوي إلى 2. أوكي، فإذا التغيير يكون على مستوى البوتوم بار للتغيير لخاصية موجودة في الأب. هذه الخاصية يرسلها في كل مرة تتغير، يرسلها إلى الابن ويغير الحالة للابن، الحالة الخاصة به. هذه الطريقة هي يعني ليست صحيحة، يعني من المفروض عندما تكون عندي استعمال الفاريبل ما بين البارامتر ما بين الصفحات، يعني نستطيع شيلد تو شيلد، يعني مباشرة بدون المرور بالأب، يعني لا نرجع إلى الأب ثم الأب يرسل للابن. هناك طريقة أخرى للوصول إلى شيلد بشيلد، لكن أحببت أن أعلمكم هذه الطريقة لأن هناك درس واضح في الطريقة الثانية الصحيحة، فسأعطيكم الرابطة في أسفل الفيديو كي تحضرونه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سنكمل في الدرس القادم.